كابتن ماهر، كيف فاز منتخبنا الوطني النهارده في ظل ان الكل كان بيقول ان المنتخب هيبقى صعب النهارده ان هو يكسب؟ وهل يعني ايه اللي حصل؟ انت من مباراتين كانت الناس كلها ثايره على اداء المنتخب وعلى شكل المنتخب على الرغم من النتائج الجيده، لكن كانت الناس كلها ثايره. النهارده الناس شايفه ان المباراه اللي فاتت ما كانتش كويسه، بس خدت نقطه، خدت ثلاث نقاط. النهارده الاداء افضل بكتير، وثلاث نقاط وثلاث اهداف كمان. ايه اللي حصل؟ المباراة الأولى يا إسلام هي اللي ادتنا ثقة، يعني هي والمفتاح اللي فتحنا بيه المكسب الأولاني في المباراة الأولى. الثلاث نقاط ادونا ثقة وخلونا بين أول المجموعة. بعديها بيومين طبعا أو ثلاث أيام لعبنا المباراة الثانية. كل الناس قالت إن ممكن الراجل كروش يغير طبعا من شكل وأداء المنتخب، ممكن يلعب أيمن مكان أحمد الفتوح، واخد بالك؟ لكن طبعا واضح احترافية الراجل يا إسلام، إن هو جاي باستراتيجية، جاي بخطة، جاي بشكل وأداء لمنتخب مصر. هو اتكلم طبعا عن أن منتخب مصر اسم كبير بيجمع لعيبة من اللعيبة الموهوبين إذا كانوا محترفين أو اللعيبة المحليين. هو بالنسبة له الوقت قليل جدا إسلام اللي اشتغل فيه من الناحية الفنية، من الناحية التكتيكية، من الناحية البدنية، لكن شخصيته فرض أسلوبه من خلال شخصيته. يعني حسينا بشخصية قوية لدرجة ان الالتزام اللي داخل الملعب في المباراة التانية يا اسلام فرق بشكل كبير جدا، وده اللي عمله الراجل. يعني لو تيجي لما تقول لي ايه بصمة الراجل في المباراتين، اقول لك شخصيته اللي فرضها واضحة في اسلوب اللعب والتمركز من خلال اللعيبة. يعني هو اتكلم على ان في عشوائية في اداء لعيبة منتخب مصر بعدم الالتزام بالمراكز، التحركات فيها شيء ما فيهاش وعي تكتيكي. هو اشتغل في الفترة اللي فاتت دي على الجزئيات دي، ودي اخطر حاجة بالنسبة لشغل راجل فني بالنسبة لمنتخب مصر، انك انت يحصل نوع من التمركز للعيبة داخل الملعب، كل واحد عارف دوره الدفاعي، عارف دوره الهجومي، جبهات تشتغل من ناحية اليمين، جبهات تشتغل من ناحية الشمال، في صانع ألعاب، في تحركات في التلت الهجومي. النهاردة تأكدت ان احنا التلت تجوال الهجوم جوم بطرق مختلفة، فيها طبعا اندفاع بالفتوح، ودي برضك من ضمن الحاجات اللي تحسب للراجل. بقى في كثافة عددية لاعبي منتخب مصر في التلت الهجومي لمنتخب ليبيا، شفنا اكتر من 6-7 لعيبة موجودين جوه ال 18 لمنتخب مصر، منهم الهدف الاولاني طبعا بتاع ابو فتوح اللي هو متابع، يعني باك ليفت متابع بشكل كبير، وبعدين يعمل تصويبه بشكل كبير في الزاويه البعيده، فتحت نفس لعيبه منتخب مصر بقى في الاداء الجماعي بشكل كبير. ثم الاحراز الهدف الثاني طبعا كروس عرضي مصطفى محمد عملها بدماغه بشكل جيد، ثم الجمله مرموش، ثم الجمله التكتيكيه اللي حصلت النهارده، المثلثات اللي كانت باينه لما نزل رمضان صبحي مع محمد صلاح، الوان تو والدبل باص اللي اتعمل من العمق قدر نحرز منه الهدف الثالث. يعني بدات تبان شخصيه الراجل، وانا عايز اقول لك اسلام دي ميزه الكوتشات الكبيره، انك انت ما استناش وقت كتير، لا الكوتش الكبير اللي هو متواجد بشكل جدي من ناحيه الشخصيه من ناحيه الاداء يبان الشغل اسلام في خلال مبارتين ثلاثه، وده اللي احنا كنا محتاجينه من فتره طويله. ايوه ان احنا منتخب مصر مش حاسين بشكل واداء منتخب مصر، يعني في حاجات ناقصه كتيره جدا. لكن النهارده مع كروش تحس كده ان في ثقه مدير فني، ثقه اللعيبه رجعت لها مره تاني. هو من ناحيه الثقه دي بيعرف يتعامل مع النجوم بشكل احترافي. اللعيبه بقت فيها التزام خارج الملعب وداخل الملعب من شخصيه الراجل. النهارده انعكس الاداء بشكل كبير جدا على منتخبنا من خلال شخصيه الراجل، ثم شخصيه لعيبه منتخب مصر في ادائهم في المباراه الثانيه مع ليبيا.